القاهرة، محلل أول أسواق مالية من إكويتي جروب محمد هشام، وينضم لنا من القاهرة لنتحدث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك هشام. أهلا وسهلا أستاذ محمد. يعني عندما نتحدث عن الدولار بعد تصريحات الفيدرالي التي كانت متوقعة إلى حد ما، ولكن ما الجديد وكيف كان تأثيره على الدولار، وكيف تفاعل اليورو أيضا مع بعض التغيرات فيما يخص التوترات الجيوسياسية في المنطقة؟ بالطبع الأسواق كانت تترقب بشدة محضر اجتماع الفيدرالي الذي صدر مساء أمس، والذي جاء مخيبا للامال بعض الشيء، خاصه ان اجتماع الفدرالي او محضر هذا الاجتماع كان في يناير الماضي، اي قبل بيانات التضخم التي صدرت خلال الشهر الحالي عن شهر يناير، والتي اظهرت ارتفاع التضخم بنحو غير متوقع من 7% الى 7.5%، والامر الذي جعل الاسواق تتجه الى توقع قيام الفدرالي برفع الفائده ب 50 نقطه اساس في اجتماع مارس المقبل، وهو ما أظهرته الأسواق عندما سعرت بنسبة 94% أو أكثر قيام الفدرالي بهذه الخطوة. بعد محضر الاجتماع الفدرالي كانت توقعات الأسواق أو انخفضت توقعات الأسواق إلى 36% تقريبا، وهو ما دفع الدولار إلى التخلي عن بعض مكاسبه قليلا، ودفع الذهب للارتفاع واليورو أيضا للارتفاع. على الجانب الآخر في اليورو البنك المركزي الأوروبي وكريستين لاجارد ما زالت تركز على أن السياسة التسهيلية ستكون هي مسار البنك المركزي الأوروبي خلال هذا العام، على الرغم من أن الأسواق تسعر احتمالية قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة ربما في منتصف هذا العام، راجعين السبب إلى ارتفاع التضخم لمستويات قياسية عند مستويات 5.1%. لذلك قد نشهد بعض الهبوط التصحيحي لتداولات الدولار الأمريكي، ربما نشهد بعض التعافي لليورو مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة. نعم، يعني عندما نتحدث إذن كل هذه الظروف التي تحيط بالدولار مقابل أيضا اليورو الذي اكتسب بعض الثقة إلى حد ما، إن كان من بيانات بعض الشركات، أيضا نتحدث عن بعض الهدوء وانسحاب القوات الروسية كان له أثر إيجابي إلى حد ما. يعني هل برأيك كانت هذه يعني العوامل كافية لدعم اليورو، فبالتالي كان يعني تعامل مع الدولار أكثر ثقة؟ وبالفعل اليورو استفاد قليلا من اللهجة الأقل تشددا من الفدرالي التي ظهرت في محضر الاجتماع، ولكن أجواء التوترات الجيوسياسية التي ما زالت قائمة حتى الآن، منذ دقائق أعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسيا قامت بإضرام النار على أحد المناطق في أوكرانيا، وهو ما دفع الذهب للارتفاع، وربما سيؤثر على اليورو المتضرر الرئيسي من التوترات أو المشاحنات الجيوسياسية على الحدود الروسية الأوكرانية. ولكن يعني من الواضح أنه لحظة بلحظة محمد هناك بعض التغيرات التي تؤثر على الأسواق بشكل مباشر. بالضبط. طوال أو طالما ظلت التوترات الجيوسياسية قائمة حتى الآن، سنشهد خلال الفترات المقبلة مزيد من التقلبات في الأسعار، خاصة على أسعار مثل السلع مثل الذهب أو النفط أو عملات مثل اليورو وعملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويس. نعم. فالتطورات التي تحدث يوما بيوم أو ستؤثر بشكل كبير بغض النظر عن توجهات السياسات النقدية للبنوك المركزية حول العالم، وكما ذكرت أن البنك المركزي الأوروبي بالتحديد لا تزال الرؤية غير واضحة على الرغم من تسعير الأسواق احتمالية قيام البنك برفع أسعار الفائدة. يعني في ظل كل هذه المتغيرات، يعني دقيقة بدقيقة لا نعلم كيف سيتعاطى يعني المؤسسات الكبيرة والأساسية فيما يخص يعني التعامل مع الاقتصاد. أكيد شكرا لكل هذه المعلومات محمد هشام من إكويتي جروب من القاهرة، شكرا جزيلا لك.